ايش عامل ها؟ بس بنرزق فيها. ايش؟ مكسرات، ما تعرف الوضع. ايش؟ لا بنفطر ولا نتغدى وفي شيء طحين. والله مجننك للطحين. ايش اسوي؟ الشعير تشعن شكل. ما بالك القمح والابيض. طب وجبة الطحين. يا دوب وجبة. والله جاي. وإذا لقيناها. طب هذه البسطة مين عمل لك إياها؟ والله حاولت أداي من بعض الناس. كويس بتدخل على مصاري؟ لا قليل؟ قليل جدا. طب والحاج وينه؟ وينه؟ استشهد والله. ليه كيف؟ ما جرب الدار. مين استشهد لك؟ تعال ورجيني وين دار؟ عائلتي بأكملها. كل عائلتك استشهدت؟ اه. وين دار؟ هذي؟ مين استشهد لك؟ احكي لنا بسرعة بسرعة مين استشهد لك؟ أبويا وستي وسيدي وإخواتي وعماتي أغلب عيلتي.